إن رير ألفا وعشرون الجلوت في لي تصوف والفرح والذي ينتج عن ضحيك الآخرين عليك. الجلوت في الهوى الشخص الذي يبحث بنشاط عن فرص قد يضحك عليه فيها الآخرون. أجل هذه الوضعيات يشعر بالفرح كما أنه لا يخجل عندما يشارك أشياء مخجلة حدثت له في سبيل إضحاك التاس عليه. يتحدث الجلوت في بصراحة عن المصائب التي حدثت له بالإضافة إلى الوضعيات التي تصار فيها بغباء أو تسبب بحدوث شيء مضحك عن غير قصد. لا يمانع عادة إذا تم تصويره أثناء حدوث شيء مضحك قد يكون محرجا له وتم إرسال المقطع لبرنامج تلفزي أو رفعه على أحد المواقع مثل يوتيوب. بدأت الدراسة التجريبية الجلوت في لي سنة 2009 حين نشرت أول مقالة أكاديمية حول الموضوع. يمكن قياسها بالإضافة إلى الجلوتوف بالخوف من ضحك الآخرين عليك والكتاجيلات سيزم الاستمتاع بضحك على الآخرين عبر استبانة تتضمن 45 سؤالا توسم 45. وتوجد نسخة أقصر تتكون من 30 سؤالا توسم 30، وتعتبر طريقة موثوقة استعملت في عدة دراسات. المراجع 2009 22 12 10 1515 2009 009 مرشف من الأصل في 01 مايو 2019 2009 2212 111 1143 2009 2212 183 1212 2009 1212 213 1231.